أنا خريجة مدلين أبو زار من قسم العلوم الإدارية والمالية، تخصص محاسبة، ثاني على الدفعة بامتياز مع مرتبة الشرف. بهدي نجاحي في هذا اليوم السعيد، أكيد بعد عنها سنتين إلى أهلي، ماما وبابا وزوجي ومرت عمه ولأولادي. مبسوطة كثير في هذا اليوم إني بتخرج، وبنشكر الكلية الجامعية على التعليم المتميز.